فصلا كافيا بين الحلال والحرام. قال كما قال الله سبحانه تعالى: فالطلاق هو توالدوا وتقاسروا باهي قبول بحضور الشاهدين مسلمين عاقلين بالغين حرين او حرتين. وصلى الله عليه وسلم. اللهم ألفت بينهما كما ألفت بين آدم لا نبينا وعليه السلام وبيبي حوا رضيهما كما ألفت بين يوسف لا نبينا وعليه السلام. ¿Qué es lo que pasa?